حاليا المنتخب الوطني كيف تشوف يعني المستوى اللي وصل له؟ ربما الكثير او ينتقد في المنتخب الوطني يقول لك يعني تدحرج كثيرا في المستوى. لا اعتقد اننا نحن حاليا نمتلك منتخب ولا نمتلك فريق. نحن بحاجة الى فريق، لان الفريق هي المجموعة لما تتحول الى واحد، لما اللاعبين يتحولوا الى لاعب واحد. عندنا لاعبين ممتازين متميزين، لاعبين يفرضون انفسهم في اوروبا في بطولات عالمية قوية في العالم. هم بحاجة فقط إلى فترة لإعادة تنظيم البيت، فترة فراغ مررنا بها، بحاجة إلى منح هذا المنتخب وقت ليتحسن أداؤه وليعيد نفسه إلى الواجهة كما كان. مع الوزير في سؤال سريع آخر، يعني أنت مع المدرب المحلي أم المدرب الأجنبي؟ وش رأيك في تعيين ماجر؟ أنا مع الأكفاء، سواء كان محليا أو أجنبي. أنا مع الأكفاء في هذه المسألة، مسألة مهنية بحتة، ما هيش مسألة تاع سوسيال. في هذه الأفضل هو نختاره. يكون نختاره أن نختاره أن يكون جزائريا أو أجنبيا. أعتقد أننا بحاجة إلى مدرب يمتلك المهارة والمؤهل الذي يقوده إلى أن يقود فريق من لاعبين متميزين. ماجرنا يعني نعرفه صديق وقدم الكثير لكرة القدم الجزائرية، نتمنى له النجاح إن شاء الله.